فاطمة عبد الكريم تحمل شهادة البكالوريوس في القانون بالإضافة إلى أنشطتها الاجتماعية التطوعية، قررت هي وزميلاتها افتتاح كافيه ومطعم في السماوة. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف مديرة مطعم وكافيه لمة حبايب فاطمة عبد الكريم. مساء الخير فاطمة، وأنا اليوم أحييك في من برنامج محطات. أشكرك جداً. أهلا وسهلا بيك. بالبداية ست فاطمة، خلينا نتحدث كيف جاءت الفكرة. الفكرة هي يعني مثل حلم كان عندي إنه أنا أفتح كوفي خاص بالنساء، بعتبرين إنه مجتمع السماوي شوية مجتمع محافظ. نعم. ومجتمع يعني صعوبة جلوس الأمر بمكان عام. فحبيت هذه الفكرة عن مود المرأة تاخذ خصوصيتها بالمكان وتكون مرتاحة أكثر بمكانها اللي هو خاص بها بعيد عن وجود أي رجال ويانا. نعم. طيب ست فاطمة، خلينا نشوف اليوم لابد وان كان في حسبانكم وجود حالة من الرفض في مجتمع محافظ لديه تصور سلبي عن المقاهي، كيف واجهتم هذه التخوفات؟ والله هواي يعني صارت عندنا شغلات سلبية اثرت على عملنا، بس نعم. احنا قدرنا، بقيتم مصرين. بقينا مصرين وطلعنا بأكثر من لقاء. حاولنا أنه نفرض هذا الموضوع على الناس وأنه الناس تتقبل، لأنه هو شيء مو سلبي، هو شيء حضاري للمرأة، يعني شيء أنه ترتاح من تودي الإنسان الخاص بك لمكان خاص بعيد عن وجود أي شخص أنه يسيء لها. طيب خليني نتحدث، شنو هي الفئات المستهدفة لإقامة اليوم هكذا كافيه؟ يعني نساء اليوم بس النساء مثلا؟ احنا نعم فقط النساء، احنا عندنا قسم عوائل بس خارج الداخل مال المطعم يعني وبالحديقه. نعم. نقدر هيك نقول. وهو اصلا كذلك مو فقط كوفي ومطعم، هو يعني مكان لاقامه الندوات الثقافيه. اقامه يعني الندوات الثقافيه، المناسبات، الاعياد الميلاد، كل شيء يخص طيب. يعني فرحة الناس وثقافتهم هي موجودة بهذا المكان. نعم. اليوم أريد أعرف من خلالك شنو هي رسالة المشروع، يعني اليوم أنت من قمتي هذا المشروع شنو تريد تودين أو توصلين من رسالة؟ الرسالة اللي أريد أوصلها أنه يكون مكان في حرية المرأة. نعم. يكون مكان أن المرأة تأخذ راحتها به أولا، وثانيا تستفاد من الندوات من الشغلات الثقافية اللي تصير بالمكان على موتية تنمي من ثقافتها والوعي مالتها. طيب سيد فاطمة، بتصورك اليوم تعتبر الفكرة هي نوع من المغامرة برأيك؟ أكيد نوع من المغامرة بهيج مجتمع جنوب دائما عادات وتقاليد وعشائر كثير من الاشياء اللي موجوده. اكيد انا احييك واشجعك على هاي الخطوه. طيب تسلمين. اليوم هاي الفكره انت يمكن ذكرت اليوم لاقت رفض وقبول، لكن انا اسالك الاقبال المحلي ايش قد لقت هاي الفكره مثلا من النساء من العوائل البقيه؟ هواية يعني الإقبال كان كل الجميل، الناس هواية شجعت هذا الموضوع. هواية ناس تجينا من كل الشخصيات، يعني من دكتورات ومهندسات وفئات بسيطة وفئات كثيرة، وهواية ناس شجعوا المكان ولقى يعني إعجاب كلش كبير من العالم. نعم. إحنا حتى رجال يعني. طيب احنا مثل ما ذكرنا بداية انه هذا خاص النساء صح؟ نعم. طيب خلي اليوم كثير من الأسئلة تجي من السؤال يقول لك هل العاملات هنا النساء؟ لو اليوم رجال ونساء العاملين؟ لا، العاملات والطباخات هنا نساء فقط، الكادر كله نساء. نعم. اليوم كنا نتحدث عن كثير من التفاصيل اللي موجودة في السماوة، لكن أريد أعرف شنو أفكار مستقبلية تطوير هذه الفكرة؟ عندكم أفكار حتى تطوريها إن شاء الله؟ إن شاء الله مفكرين نفتح يعني فرع ثاني يكون يعني خاص فقط للمناسبات، يعني هذا يكون كوفي ومطعم والثاني يكون للمناسبات والندوات الثقافية. طيب اليوم يمكن احنا بنتحدث على هكذا مطعم في السماوة، اكيد اليوم احنا بنشوف العوائل اللي موجوده اليوم، ليش يكون هو فقط للنساء؟ يعني شو ما يكون مشترك ويكونين انت مثلا المانجر او البوست مالته او المدير؟ مو احنا بالسماوة عندنا الكثير من الاماكن المختلطه، فاحنا من يعني انا وحده من الناس من اطلع المكان يعني عام ومختلط ما اخذ راحتي لا باكله لا بقعده لا بسالفه لا بضحكه،
نعم. فهو هذا الشيء اللي أنا خلاني أخلي مكان للنساء، لأن إحنا كلش مقيدين هنا، المرأة مقيدة بمجتمعنا. نعم. مقيدة بشكل مو طبيعي، فهذا خليت هذا المكان وسميته بس نساء، بيكون بعيد عن التقييد، إن المرأة ما تتقيد بهذا المكان، تقعد براحتها وتظل قد ما تحب وتطلع على راحتها. أكيد أكيد، أنا أتمنى لك كل التوفيق. كلمة أخيرة حابة تقولها ست فاطمة. والله يعني أشجع هاي المشاريع جدا، وأتمنى نعم. أنه جميع المجتمعات تقدر هاي الفكرة، أن هذا الشيء بصالح للنساء وليس مضرا للنساء، ونتمنى الجميع نعم. الموفقين إن شاء الله.